رمضان يا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام، ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام. رمضان يا شهر الصيام، عادت بعودتك الحياة ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالسلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. كلامنا في هذه الدقائق عن أمور ومسلكيات خاطئة تحدث في هذا الشهر الفضيل، ونبدأ وندخل مباشرة في المسلك الأول، ألا وهو قلة الفاعلية. شهر رمضان شهر الحركة وشهر العمل وشهر الإقبال على الطاعات وشهر الانتصارات، انتصر فيه المسلمون في كثير من الوقائع، والواقع المشاهد في هذا الزمان أن رمضان هو شهر الكسل وشهر الخمول وقلة الإنتاج وقلة الفاعلية. إذا لاحظنا هناك خمول ونوم أكثر من المعتاد في شهر رمضان، وكأننا نريد أن نقطع هذا النهار كيفما كان، ولا نريد أن نشعر بشيء من وخزات الجوع في هذا الشهر الفضيل، وهذا والله يحرمنا الكثير من الأجور. المسلك الثاني من المسالك الخاطئة في شهر رمضان الفضيل، ألا وهو السهر. السهر إن كان على العبادة فلا تثريب، غير أن هناك ضبطا للوقت حتى نستفيد من الليل ونستفيد من النهار. فلو أننا أفطرنا ثم من بعد الإفطار وإلى العشاء قرأنا القرآن أو اشتغلنا في الصلاة، ثم بعد ذلك وبعد العشاء صلينا التراويح، روحنا على البيت قرأنا مثلا جزء أو جزئين أو ثلاثة ما تيسر، ثم بعد ذلك نمنا وأرحنا هذا البدن، ثم قمنا في الثلث الأخير من الليل وأحييناه بالعبادة، لا استفاد هذا الجسد من النوم ومن الراحة، ثم بعد ذلك تسحرنا وذهبنا إلى الصلاة ونحن في نشاطنا. الذي يحدث أننا نسهر على الكلام الذي يعني لا ينفع، ويكون السمر والسهر في الملهيات والأمور المضحكة، والكلام قد يدخل على الغيبة والنميمة، وبهذا نضيع أجور النهار في الليل ونسهر والله فيما لا طائل منه. إذن السهر من المسلكيات الخاطئة التي ينبغي لنا أن نتجنبها وأن نعيد ترتيب أولوياتنا. أيضا من المسلكيات الخاطئة تضييع الجماعة في المسجد، وهذا من المسلكيات التي ينبغي العناية بها والاهتمام بها. أنت الآن تضيع أجور كبيرة جدا عندما تضيع الجماعة. في الوضع الطبيعي قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فما بالك بشهر رمضان الفضيل الذي تضاعف فيه الأجور. أيضا كل خطوة تخطوها لك فيها أجر، يحط الله عنك بخطوة معصية وإثم ويرفعك بخطوة درجة، وإذا كنت تنتظر من الصلاة إلى الصلاة فأنت في رباط، والملائكة لا تزال تدعو لك حتى تفارق المسجد، فأنت بهذا قد حرمت من كل هذه الأجور. إذن تضييع الجماعات أيضا هو تضييع حقيقة للأجر والثواب العظيم المخبأ لك في هذا الشهر الكريم. أيضا من المسلكيات الخاطئة والأمور الملفتة هو تضييع الوقت في إعداد الطعام. تضييع الوقت في إعداد الطعام وإنفاق الوقت الكثير في ذلك وإنفاق الأموال الكثيرة في ذلك، هذا أمر وهذا مسلك من المسالك الخاطئة، وكأن شهر رمضان هو شهر الطعام وإعداد الطعام، بل إننا قد نأكل في رمضان ما لا نأكله طوال العام، والوقت أشرف من أن تضيع منه لحظة هكذا هدرا هباء. فرمضان أيام، وهذه الأيام دقائق، وهذه الدقائق إذا ذهبت فإنها لا تعود. فيا خيبة
ويا خسرانا من أضاع هذه الأوقات في مثل هذه الأمور. أيضا من المسلكيات الخاطئة، وهذا أمر يتبع المسلك الخاطئ السابق، وهو كثرة الأكل وكثرة الشرب إلى حد الإسراف. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نجمع الإفطار والغداء والعشاء، نجمعها كلها في وجبة واحدة، مما يؤذي البدن ولا نستطيع معه القيام بباقي العبادات. يعني إذا بتصلي التراويح تجد أن الطعام كأنه يخرج من البطن إلى الرأس، لا تستطيع أن تقوم إلى الركعة الثانية، فإذا قمت متكاسلا، وإن كانت الركعة قصيرة أو فيها طول نسبي وجدتها كالجبل، كالجبال تريد أن تلقيها عن كاهلك. إذن الطعام والشراب والإسراف فيه قد يؤذي الإنسان ويحرمه الخير الكثير. أيضا من المسلكيات الخاطئة، وهي قضية خطيرة جدا، قضية الاحتكار، احتكار السلع الأساسية، تخبئتها بغرض أن يرتفع سعرها وتباع بعد ذلك في شهر رمضان بأسعار مضاعفة. نحن لا نقول بأن ارتفاع الأسعار في رمضان كله مذموم، لا، هناك عرض وطلب وهذا مفهوم، لكن الارتفاع الملاحظ على الأسعار بطريقة لا يستطيع، يعني تشق على الناس، هذا جشع، ولا يستطيع معه الفقراء أن يلبوا احتياجاتهم. وأيضا الناس المستورة تجد هناك عناء وشدة في تلبية حاجاتها الأساسية، وهذا يضخم الأموال في أيدي هؤلاء على حساب أناس آخرين، والله سبحانه وتعالى لا يريد هذه الأموال أن تكون دولة بين الأغنياء منكم فقط. لذلك شرع الزكاة وشرع الصدقات ونهى عن الأمور التي تؤذي الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا شك أن الاحتكار السلع بغرض رفع الأسعار بهذه الصورة لا شك أنه أمر مذموم تأباه الشريعة. من المسلكيات الخاطئة أيضا أعزائي المشاهدين إضاعة الأوقات في الألعاب وحضور البرامج وإدمان مشاهدة التلفاز، ومثله أيضا يعني اليوتيوب والفيسبوك وغيرها من هذه الأمور. حقيقة يا عباد الله، إخوتي أعزائي المشاهدين، هذا الأمر يحرق الأوقات حرقا ويذهب بأجور الصائمين. أنت عندك في البيت كمبيوتر، عندك بلاي ستيشن، تجد أنه الشباب يحاول أن يقضي هذا الوقت في هذه الألعاب. في الوضع الطبيعي في غير رمضان يعني ينفق على هذه الألعاب الساعة والساعتين والثلاث، في رمضان تجد هذا الأمر يزداد، لأنه يريد أصلا من مقاصده في هذا اللعب أن يعني يقطع الأوقات. ومثل هذا يقال أيضا في الذين يشاهدون التلفاز، عندك مئات القنوات التلفازية، شاهدت مسلسل من هون، فوزير رمضان من هون، واحد عماله بطبخ من هون، وهكذا أنت تضيع الأوقات فيما لا ترجى منه فائدة، وتضيع عمرك وتضيع هذه الدقائق الثمينة. فانتبه لهذا المسلك، لأنه والله مسلك خطير. أيضا من المسالك الخطيرة الغضب، الغضب الشديد الذي يرافق أيام الصيام بدعوى أنني ممتنع عن الطعام والشراب من الصبح، وكأنه ليس هناك من صائم غيره، أنا أقلعت عن التدخين، لم أدخن منذ الصباح سيجارة واحدة، وهكذا. وهذا أيضا من المسالك الخاطئة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى خلافها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. من المسلكيات الخاطئة، وهذا المسلك الأخير الذي سوف أختم به الآن، هو فكرة شيطانية يقوم بها بعضهم، وللأسف تنتشر الآن في كثير من البلاد، ألا وهي الخيم الرمضانية. وانظر إلى تسميتها العجيبة، الخيم الرمضانية. الخيم الرمضانية ما الذي يحدث فيها؟ بعد الإفطار يجتمع الرجال والنساء في مشهد من الاختلاط الغير محمود، ويؤتى بمغني، قد يؤتى طبعا بمنشد لكي ينشد مدائح نبوية أو غيرها، أو يؤتى بواعظ، ثم بعد ذلك تبدأ المعاصي، شرب أرجيلة، شرب دخان، مغنيين، مغنيات، رقص، اختلاط، يعني هذه هي الخيمة الرمضانية، وما يحدث فيها والله لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإنها تنتشر وهي الآن في ازدياد، لابد يا إخوة من محاربتها. كيف نحاربها؟ نحاربها بأن نقاطعها، لا نذهب إليها،
لا نخرج إليها. لو عرفنا بأن هناك مسؤول يتقي الله سبحانه وتعالى فلنخبر عنها وعما يحدث فيها، وأن هذا يناقض مقاصد الصيام، وأن هذا يضيع الأجور. نحن نصوم أول النهار ثم بعد ذلك نضيع كل هذا الصيام في هذه الخيام التي لا تسمى، والله من الباطل أن تسمى خيام رمضانية، هي الخيام اللا رمضانية. فانتبه لهذه الخيام ولهذه الأعمال الشيطانية التي يقوم بها شياطين الإنس ويزينونها للناس. بهذا أعزائي المشاهدين ينتهي اللقاء بكم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام، ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنح ذا الأمل، نرجو لقاك على الدوام. رمضان يا شهر الصيام، عادت بعودتك الحياة ضيفا عزيزا لا تزال.